خطوة هامة في إطار تحقيق أهداف برنامج السيد رئيس الجمهورية وتنفيذ خطة عمل الحكومة الرامية إلى وضع سياسات عمومية ومخططات تنموية وطنية ومحلية مشبعة بالعقلانية والفعالية من أجل جزائر ذات سيادة اقتصادية بامتياز وأكثر ابتكار وإنصاف. من هذا المقام أتشرف بالإعلان رسميا عن انطلاق عملية الإحصاء السادس العام للسكان والإسكان.